أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد نهاية الأسبوع، والبداية مع أبرز العناوين. رونالدو يسخر من الهلال، والأخير يحقق رقما تاريخيا. البريمير ليج يكرر موقفه تجاه اللاعبين المسلمين في رمضان. حقيقة انتحار ألفيس، مصدر جديد يؤكد ظهورا منتظرا لناد سعودي في دوري أبطال أوروبا. زيدان يعود إلى ريال مدريد في مهمة خاصة. إنريكي يودع مبابي، والميرينجي يحدد موعد الإعلان عن انضمام نجم فرنسا. باريس سان جيرمان يستعد للرد على صفقة مبابي بخطف نجم الريال الأول، ويجهز عرضا قياسيا لجوهرة البارسا، والمزيد فابقوا معنا. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميد سبورت. حصاد التوب 5. في إنجلترا ارتقى أرسنال للصدارة لبريمير ليج بعد فوزه على برينتفورد وتعادل ليفربول أمام مان سيتي في قمة الجولة، حيث يتفوق الجانرز على الريدز بفارق الأهداف. وفي صراع المركز الرابع سقط أستون فيلا أمام خصمه المباشر توتنهام، ليصبح سبيرز أمام فرصة للصعود رابعا في حال فوزه بلقائه المؤجل. وفي إسبانيا تغلب متصدر الليغا ريال مدريد على سيلتا فيغو، فيما واصل جيرونا المطاردة بانتصاره على أوساسونا، وحافظ برشلونة على مركزه ثالثا بتغلبه على مايوركا. أما الرابع أتلتيكو مدريد فخسر أمام قادش. وفي الكالتشيو واصل قطار إنتر ميلان دهس المنافسين، والضحية هذه المرة بولونيا، ليبتعد في الصدارة بفارق 16 نقطة عن ميلان الذي ارتقى للوصافة بانتصاره على إمبولي، مستغلا تعادل يوفنتوس مع أتلانتا. ننتقل للبوندسليغا، وهناك فاز ليفركوزن على فولفسبورغ ليحافظ على فارق 10 نقاط مع بايرن ميونخ المنتصر على ماينز. الختام مع الليغ وان، هناك ورغم تعادله مع ريمز وسع باريس سان جيرمان الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط عن بريست، مستغلا خسارة الأخير أمام لانس. حصاد دوري روشن. إلى السعودية، حيث واصل الهلال سلسلة انتصاراته بفوز جديد على الرياض ليغرد في الصدارة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن النصر والذي خسر أمام الرائد، فيما حافظ الأهلي على مركزه ثالثا بالفوز على التعاون ليرسل الأخير إلى المركز الخامس، ويرتقي الاتحاد إلى المركز الرابع بانتصاره على الأخدود. جوائز وأرقام. توج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في الليغا عن شهر فبراير، وفاز هويلاند بنفس الجائزة في البريمير ليج كأول دنماركي يتوج بها على الإطلاق، كما حقق أرتيتا جائزة أفضل مدرب. وفي دوري روشن فاز الهلال على الرياض ليعادل رقم ذا نيو ساينس الويلزي الذي يملك أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، مسجلا بموسوعة غينيس ب 27 انتصارا متتاليا. وفي إسبانيا، وبعد مشاركته في مباراة ناديه قادش ضد أتلتيكو مدريد، أصبح أيهم أوسو أول لاعب سوري محترف يشارك كأساسي في مباراة بالليغا إلى البونز ليغا، حيث زار هاري كين شباك ماينز بهاتريك ليصبح الأكثر تسجيلا في الدوري الألماني بموسمه الأول، معادلا أوفازيلر برصيد 30 هدفا، وأول لاعب يحرز 4 ثلاثيات خلال موسمه الأول في البطولة، وأول لاعب يسجل 30 هدفا في 25 مباراة في تاريخ البونز ليغا، وكذلك أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 8 مباريات مختلفة في أول موسم له. وفي البريمير ليج سجل برونو فرنانديز ركلة الجزاء 29 له مع مانشستر يونايتد ليصبح الأكثر تسجيلاً لركلات الجزاء في تاريخ النادي من 33 محاولة فقط، وبصناعته هدفاً أمام ليفربول أصبح دي بروين أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي ساهم بأهداف في كل البطولات منذ بداية 2024، إذ سجل هدفين وصنع 11 خلال 12 مباراة. منوعات. تمكن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للملاكمة أنتوني جوشوا من إسقاط الكاميروني فرانسيس نغانو، النجم السابق للفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية بالجولة الثانية، ليتوج الملاكم البريطاني بطلاً لنزال نوكاوت كيوس الذي أقيم في حلبة المملكة بالعاصمة السعودية الرياض. وإلى كرة القدم، حيث توج الأهلي المصري بكأس مصر للمرة 39 على حساب الزمالك في النهائي على ملعب الأول بارك بالرياض، وتأكد غياب صلاح معسكر الفراعنة القادم بناء على طلب رسمي من ناديه حتى لا تتأثر حالته بعد تعافيه لتوه من إصابته بالعضلة الخلفية،
في وقت أكد فيه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن استبعاد صلاح جاء بناء على طلب اللاعب لأنه يرغب في مواصلة التأهيل مع ليفربول. وفي موضوع آخر ووفقاً لتقارير عدة، هناك إمكانية لمشاركة الفرق السعودية في المسابقات الأوروبية على الرغم من أن يويفا يواصل نفي هذا الأمر، وهو ما تطرقت له أماندا ستافيلي الرئيسة التنفيذية لنيوكاسل والمساهمة بنسبة 10% بالنادي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودية، حيث قالت ستافيلي خلال حديثها في قمة بلومبرغ للاعبين المحترفين بمدينة جدة: أنا متأكدة تماماً أنه سيكون هناك ناد سعودي في دوري أبطال أوروبا، لا أعرف متى، لكن بمعرفتي بالسعوديين لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. من ناحية أخرى، سخر كريستيانو رونالدو من الهلال السعودي رداً على منشور أحد الحسابات في إنستغرام يعرض فيديو حصول الزعيم على ركلة جزاء من أصل 3 ركلات احتسبت له أمام الرياض، حيث علق الدون بإضافة إيموجي ضاحك يدل على السخرية إلى زيدان الذي قرر العودة إلى ريال مدريد مجدداً، لكن في مهمة خيرية عندما يلعب أساطير الملك مباراة ودية أمام أساطير بورتو في 23 مارس. وفي إنجلترا وعلى غرار الموسم الماضي، منحت رابطة البريمير ليج الحكام الحق في إيقاف المباريات بشكل مؤقت للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان. وأكدت صحيفة ماركا والصحفي فابريزيو رومانو بأن إبراهيم دياز اتخذ قراراً لا رجعة فيه بتمثيل المغرب على حساب إسبانيا. وبعد الأخبار التي أثيرت بالفترة الأخيرة حول تدهور الصحة العقلية للبرازيلي ألفيس وتفكيره في الانتحار في أعقاب الحكم عليه بالسجن 4.5 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة في ملهى ليلي، ادعى حساب برازيلي لشخص يدعى بابلو ألبوكيركي أن اللاعب انتحر بالفعل داخل سجنه الحالي بكتالونيا دون أن يوضح الحساب تفاصيل إضافية عن الواقعة. وبعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم، خرجت بعض المصادر لتنفي الخبر، منها وكيل ألفيس، قبل أن يخرج ناي ألفيس شقيق داني في فيديو عبر إنستغرام ليرد على تلك الأخبار قائلاً: ما مقدار القسوة التي يمتلكها البشر؟ لقد تمت إدانته بالفعل بسبب كلمات امرأة دخلت حمام الرجال، لقد تمت إدانته بالفعل، أليس هذا كافياً؟ وأوضح أيضاً: الأمر الجنوني الآن هو أنهم يريدون موته، يريدون رؤية أخي ميتاً، ويفكر المحيطون بألفيس باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي نشر إشاعة محاولة انتحاره. جديد أخبار الانتقالات: أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان رحيل لاعبه كيليان بابي بنهاية الموسم الجاري برسالة جديدة عقب مواجهة ريمز، حيث صرح إنريكي قائلاً: أتمنى التوفيق لمبابي في مستقبله، إنه لاعب جيد وشخص أكثر من رائع، وحقاً أتمنى له كامل التوفيق والنجاح. وبنفس السياق ووفقاً لصحيفة ماركا، يخطط ريال مدريد للإعلان عن صفقة مبابي في أول أسبوع من شهر يونيو قبل ذهاب اللاعب للمشاركة في اليورو، ويبدو أن النادي الباريسي يسعى لرد الاعتبار بعد تأكد رحيل مبابي، حيث أكد دانيال رايولو مقدم البرنامج الرئيسي بشبكة مونت كارلو أن إدارة باريس ستحاول التعاقد مع فينيسيوس، مضيفاً أنه عندما يريد النادي الباريسي شيئاً ما فإنه سيثير الشكوك داخل ريال مدريد، كما رجح أيضاً أن فلورنتينو بيريز قد يقبل فكرة الاستغناء عن البرازيلي إذا ما تلقى عرضاً مغرياً. هذا وأكدت صحيفة سبورت أن البي اس جي يجهز 200 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، وأن خورخي مينديز وكيل اللاعب أبلغ إدارة برشلونة بهذا الأمر، مشيرة إلى أن يامال ليست لديه أي نية الآن لترك النادي الذي طالما حلم بالنجاح فيه عندما كان طفلا، كما أن برشلونة لا ينوي التفريط في لاعبه الشاب مهما كانت المغريات المالية. ووفقا للصحفي ماريو كورتيغانا، يريد الأوكراني لونين تجديد عقده مع ريال مدريد، وأكدت صحيفة آس أن الميرينغي يضع عينه على ضم هالاند والاحتمال الأقرب صيف 2025، لكن هناك عائق يتمثل في أن النرويجي سيطلب الحصول على 100% من حقوق صوره كما هو الحال في عقده مع مانشستر سيتي، وهو بند محظور في ريال مدريد الذي لا يمنح أي من لاعبيه حقوق صوره بالكامل. وبحسب صحيفة تيليغراف، ينافس مانشستر سيتي كلا من أرسنال وليفربول على ضم نيتو من وولفرهامبتون. فيما أوضحت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن ميلان وأرسنال مهتمان بمهاجم بولونيا الشاب جوشوا زيركسي. نختم بميركاتو دوري روشن،
حيث أكدت صحيفة سبورت أن كانسيلو مطلوب في الدوري السعودي عقب انتهاء إعارته مع برشلونة، في حين أفاد موقع فوتبول إنسايدر بأن عروضاً سعودية تتخطى 100 مليون جنيه استرليني ستصل مانشستر سيتي لضم دي بروين الصيف المقبل.